اختراع عالمي من شأنه ربما تغيير توجهات الطب الحديث في الخيارات المتاحة لمرضى إصابات الحبل الشوكي والشلل. الاختراع يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ربط دماغ المريض بواجهة إلكترونية وهيكل خارجي يمكنه من الحركة والمشي رغم إصابته بالشلل. التقنية الجديدة ستساعد جميع المرضى المسنين الذين لا يتمكنون من الحركة أو المشي ليكون لديهم خيار التنقل والحركة بسهولة أكبر. هذا الإنجاز حققه الجراح الإماراتي الدكتور عبد السلام أبو بكر البلوشي استشاري جراحة الأعصاب بالولايات المتحدة الأمريكية. ويملك الدكتور عبد السلام براءة اختراع لهذه التكنولوجيا الثورية حيث تم تسجيلها لدى مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة. المزيد عن الطب والذكاء الاصطناعي مع الزميلة لميس إليك. تعددت استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية وحققت خطوات كبيرة. من أبرز هذه الاستخدامات تشخيص الأمراض وإمكانية فحص أعداد كبيرة من المرضى في وقت قصير واكتشاف الأمراض في أولى مراحلها، بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ باحتمالية وقوع أزمة صحية قبل حدوثها. تحديد الدواء أو بروتوكول العلاج المناسب لكل حالة مرضية بناء على التكوين الجيني الخاص بالمريض وبحسب نمط حياته واختلاف استجابته للعلاج. الروبوتات، فهناك اليوم الروبوتات الجراحية والروبوتات التي تقدم الرعاية إلى جانب سرير المريض، كما يتوفر الروبوتات لتعقيم الغرف وأخرى لنقل عينات المختبرات وتحليلها. كما استفادت المستشفيات من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة العمل وتنظيم الملفات وفرزها خلال مدة زمنية قصيرة. كما أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التجارب السريرية يساعد في تحليل البيانات وتقسيم المرضى وتعزيز عمليات التحليل واتخاذ القرار بهدف تعزيز معدلات النجاح للتجارب السريرية. ونورنا في الاستوديو الجراح الإماراتي دكتور عبد السلام أبو بكر البلوشي استشاري جراحة الأعصاب. دكتور يسعد صباحك، منورنا، شكرا على تواجدك معنا اليوم. شكرا دعوتكم. أهلا بك. أولا حدثنا عن هذا الاختراع الثوري الجديد لعلاج الشلل. نعم، عندي براءة اختراع، أنا الشخص الأساسي حق براءة الاختراع. استخدام الهيكل الخارجي مع عدة طرق، استخدام واجهة المخ مع الكمبيوتر وواجهة صوتية، فبإمكان الشخص مصاب بحالة شلل يمشي. حلو. فالطريقة الأولى البي سي آي برين كمبيوتر انترفيس، واجهة كمبيوتر مع استخدام كمبيوتر، واجهة الدماغ مع استخدام كمبيوتر. لو حد يعني يبغى يحرك ريوله فرضا، أوكي، الإشارة هذه نقدر نسحبها من المخ ويعني مع أجهزة عندنا ونغير الإشارة الكهربائية إلى إشارة ميكانيكية مع استخدام ذكاء الاصطناعي. بس دكتور عبد السلام، بس خليني أفهم أنا إذا بدنا نبسط للمشاهدين، كيف مثلا هذه التقنية تختلف عن الجهاز اللي كان يستعمله ستيفن هوكينج مثلا؟ Very good point. ستيفن هوكينج تقريبا هو كان عنده حالة ALS، amyotrophic lateral sclerosis، also called Lou Gehrig's disease، يعني مرض يخص بالأعصاب. أوكي. بالبداية كان يمشي فجأة يعني ما قدر يمشي، وصل لمرحلة ما قدر يكلم. فاستخدام الجهاز، هو كان يستخدم شيء يعني يحرك عضلاته. مجرد تحرك العضلات يعني يأشر الكمبيوتر أنه يبغى يعني يكتب حرف معين. بعد فترة استخدام ذكاء الاصطناعي غيروا نطق الحرف إلى كلمة يعني ينطقها الكمبيوتر. فنحن نستخدم البرين كمبيوتر انترفيس، ما نستخدم عضلات. هذه الطريقة الأولى، استخدام إشارات المخ نغيرها، نسحبها ونغيرها من إشارة كهربائية إلى ميكانيكية مع استخدام الذكاء الاصطناعي ونحرك الهيكل الخارجي. طريقة ثانية الـ voice interaction، مثل ما تبين شيء يعني من أمازون تقول أليكسا I want this، ولا سيري give me the directions for this. نقدر نغير الـ voice message يعني from voice إلى mechanical message.
حرك الهيكل الخارجي. دكتور، هذه التقنية، تقنية الذكاء الاصطناعي، ستمكن المصاب بالشلل بالتحرك والمشي بشكل طبيعي بسهولة؟ بالبداية ما راح يكون طبيعي مثلنا. يعني هيكل الخارجي يعني مشي راح يكون مثل مشي روبوت، بس يعني مع التقنيات اللي عندنا الجديدة نقدر ندمج يسمونه بين يعني الـ artificial intelligence with the best robotics اللي عندنا، فبعد فترة نقدر نجيب موديلات جديدة والمشي راح يكون أحسن ولا إن شاء الله يوما ما طبيعي. طيب دكتور عبد السلام، شو ما الفئات المستهدفة؟ هل هي لدرجات مثلا لمن أصيبوا بالشلل بإثر حادث معين؟ نعم، بسيط. نعم، ربما مقارنة مع الذين ولدوا. نعم، البرين كمبيوتر انترفيس يستخدم للناس عندهم إصابة في حبل الشوكي، أي ضرب حادث أو ورم أثر على حبل الشوكي. بس الفويس مسج حتى حالات يعني سكتة مخ بإمكاننا نستخدم التكنولوجيا. ناس يعني عندهم سكتة الأولى هي بالإشارات. نعم، المخ نعم، لا البي سي آي الاستخدام المخ يستخدم لابد يكون دماغ سليم. ما يستخدم حق سكتة مخ، بس الفويس مسج المهم لو كان يعني الوظيفة كلام الإنسان يكون طبيعي يستخدم الفويس كماند exoskeleton technology. طيب دكتور، أنتم صاحب الملكية الفكرية الأساسي لهذا الاختراع، تنوون إطلاق النموذج الأول في الإمارات ومنه إلى العالم، حدثنا عن الإيرادات المالية وعن إطلاق النموذج الأول. نعم، نسبة يعني الناس اللي عندهم حالة شلل في أمريكا 5.4 مليون، عدد كبير جدا. فمن ضمنهم 27% منهم حالات يعني إصابة حبل الشوكي. فيعني أقل شيء سوق الأمريكي حق الجهاز هذا يكون 200 مليار دولار. فما أشملنا حالات سكتة مخ، سكتة دماغية. فهذا أقل شيء، يعني العدد هذا يكون أكبر بوايد. فهذا فقط أمريكا، ما أشملنا الحالات اللي موجودة. يعني بدل أن يسافر المريض إلى الخارج ويتعالج، قدمنا له العلاج هنا في أنا أولوية بالنسبة لي أبغى أنتج الجهاز هذا في الإمارات، يكون made in UAE ونوزعه حول العالم كله. تمام، إحنا بنشكرك جزيل الشكر ومنقدر جهودكم وبالتوفيق. الجراح الإماراتي الدكتور عبد السلام أبو بكر البلوشي، استشاري جراحة الأعصاب، شكرا لك. شكرا دكتور.